بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بكم. حلقه جديده من عرف، هنناقش مع بعض وهنتعرف على دواء جديد اسمه الدوبيكسنت. الماده الفعاله اسمها دوبليو ماب. قبل ما ندخل، انا عمرو ابو بكر، ويلا بينا نبدا. الدوبليو ماب هو من الادويه المصنعه بيولوجيه، والدواء ده بيستخدم في علاج 3 انواع من الحالات: حالات الاكزيما الشديده من سن 6 سنوات فما فوق، حالات الازمه من سن 6 سنوات فما فوق، وحالات التهاب الجيوب الانفيه المزمنه. العلاج بيتاخد من سن 18 سنه فما فوق. كل الحالات دي بتحتاج علاج للاسف بالكورتيزون ومضادات الالتهاب، ونبدا نعيش عليها لفتره كبيره، وللاسف الاعراض مش بتروح. لو جينا نسال دلوقتي، هو الدوبيكسنت ده بيشتغل ازاي؟ الجلد والاغشيه المخاضيه ربنا خلق فيهم نظام حمايه، بيكون زي العازل، بيكون فيه الميه والدهون. لما النظام ده بيختل، ايه اللي بيحصل؟ بتبدا حاجات من بره تخش، خلي الجسم وتخلي الجهاز المناعة اللي مسؤول عن حمايتك يبدأ يطلع بروتينات، ويبدأ يطلع حاجات تنبه الجسم ان في حاجة عايزة تضرك، وبالتالي تبدأ تظهر عليك الأعراض، أعراض الانتباه، أعراض الألارم. الأعراض دي زي ايه؟ ممكن الأعراض دي زي الحكة، زي الإحمرار، زي الألام، زي الرشح، كل دي أعراض. في الطبيعي جسم الإنسان بعد ما جهاز المناعة بتاعته بيتغلب على الحاجات اللي داخلة من بره دي وبيقتلها، الجسم بيرجع طبيعي تاني. لكن مع بعض الناس اللي بيحصل ايه؟ الخلايا لسه حتى بعد ما الحاجة اللي من بره مشيت لسه بتنتج البروتينات دي اللي لسه بتقول للجسم ان انت تحت خطر، ولسه بتبدأ تطلع الاعراض اللي بتضايق ناس كتير جدا، زي الحكة والورم والالتهاب والرشح وصعوبة التنفس وكل الحاجات دي. من هنا جت فكرة الدوبيكسنت. كل اللي هو بيعمله انه هو بيروح لخلية المناعة اللي بتفرز البروتينات دي ويبدأ يقف عليها، فيخليها ما تفرزش البروتينات دي، فتبدأ انت ترتاح من الاعراض اللي كانت مغلباك سنين وسنين طويلة. علشان كده الدواء هيكون مفيد جدا، لانه مضاد الالتهاب وهيغنيك عن الكورتيزون. برضو هو مش مثبط للمناعة، مش من الادوية اللي معروفة ان هي بتثبط المناعة. هو عبارة عن حقن ذاتية الحقن شبه اقلام الاوزامبيك والانسولين والحاجات دي، بتحفظ في التلاجة من درجة 2 ل 8، في منه 3 تركيزات: تركيز 100، تركيز 200، وتركيز 300. من عيوبه ان هو ممكن يعمل احمرار والتهاب في العين، بيعمل الم شديد في العضلات والمفاصل. طيب جرعته ايه؟ جرعته بتختلف على حسب الحاله اللي بيستخدم عشانها. تنسيت ولا ايه؟ احنا قلنا ان هو بيستخدم عشان 3 حالات: حالات الاكزيما، وحالات الازمه، وحالات التهاب الجيوب الانفيه المزمنه. في الاغلب الجرعه او في التريتمنت بنبدا بجرعه عاليه، يعني مثلا بنبدا ب 400 ملي جرام، بعد كده نبدا نمشي على 200 ملي جرام كل اسبوعين. يعني ممكن اخد حقنتين اول مره، وبعد كده ابدا اخد حقنه كل اسبوعين. الدواء طبعا هو مش دواء او تو سي، فلا يصرف الا بموافقه طبيب وبروشتة تكون معاه، لكن احنا بنقول لكم كل جديد من عرفه. اخر حاجه معانا هو ازاي نستخدمه. مجرد ما بنشيل الكفر اللي عليه وبنبدا نحطه على الجلد بزاويه 90، بحيث ان هو يبقى مستقيم كده، وبتبدا تبص للشاشه اللي هي بتبين لك الدواء فيها، وتبدا تضغط الالم. كل اللي انت بتعمله ان انت بتضغط الالم، فالسن جوه بتضغط الالم، السن بيدخل، بتبدا تسمع كلكه، صوت كبسه كده بتسمعه، بتخلي الالم موجود لمده 20 ثانيه. في خلال ال 20 ثانيه دي انت بتلاقي الميديسن بتبدا تنزل لتحت لحد لما بتخلص. مجرد ما بتخلص بتسمع كمان صوت كبسه، الكبسه دي معناها ان الدواء خلص وتقدر تشيلها. مجرد ما بتشيل الكفر ده ما ينفعش تدخله، ما ينفعش تلعب فيه، لان انت ممكن تبوظ الحقن. طبعا الدوبيكسنت من الادويه اللي ممكن تريح ناس كتير، لكن للاسف هو سعره غالي. علشان كده اكتر الناس اشتغل عليه من خلال التامين الصحي اللي ممكن يغطي حالتهم. من عرف بنعرف ادويه كتير، بنعرف حاجات كتير علشان نبقى ابديتد بكل حاجه في الماركت. قولوا لنا لو في حاجات كتير عايزيننا نتكلم عليها، ابعتوا لنا وان شاء الله احنا نعملها فيديوهات في السلسله الجديده من عرف. سلام. نسيت اقول لكم، دمتم في نعمه، دمتم في صحه، دمتم في فضل من الله. سلام.